في غزوة الخندق أشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، فانشغل الصحابة جميعا في الحفر، فاجأتهم صخرة صماء كأداء ذات حجم تبدلوا عليها بالمعاول فلم يستطيعوا كسرها، فلجأوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ناولون المعول. ورفع يداه فظهر حجرا مربوطا على بطنه الشريف كان يربطه لشدة الجوع، فرآه الصحابة ورآه أنس، فانطلق إلى بيته مسرعا ونادى على زوجته: يا أمة الله، إن رسول الله لم يأكل منذ أيام وقد ربط الحجر على بطنه الشريف، ألا يوجد في بيتنا شيئا نقدمه له؟ قالت: عندي عناق، ثمرة ربعية صغيرة، عندي عناق لكن صغيرة. قال: نسبحوه. أعندك شيء من الشعير؟ قلت له: حفنتين ثلاث. قال له: خلاص اخبزي واطبخي وأنا سأذهب لأحضره. قلت له: أسمع، المشروب محطوط، ركز، إذا أردت أن تحضره فهمس إلى أذنيه. أنت شايف الحال اللي الناس فيه؟ ما تفضحنيش، اعمل معروف، فوق راس، بس أنت شايف الكمية؟ ها؟ قال له: أكيد أكيد. فلما ذهب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه وقال: يا رسول الله، غداءك اليوم عندي. قال: أنا أم أنا وأصحابي؟ سيدنا أنس اتكسف، الصحابة واقفين أهل حياء، لسانك لات، ما قدرش يقول لا، سكت. فنظر النبي إليه فقرأ وجهه، عرف الرجل خايف من إيه؟ مش هيوح له. لكن المفاجأة حدثت، نظر النبي إلى جمهور المسلمين وقال: أيها الناس، غداؤكم اليوم معي عند أخيكم أنس. فكبر الصحابة، لكن أنس يقول: يا أرض ابلعين. فلما تجهزوا: هيا بنا. أنس ما قدرش خط البيت، لكن ساب المرة تجهز، يروح يقول لها: إيه، جيب لك جحافل، جيب لك قطاع بالكامل. فإذا برسول الله يشير له: تقدم أنت. وليه قدام الباب؟ سيدنا النبي قال لهم: استريح. ودخل أنس يقدم رجل ويؤخر رجل، فإذا بزوجته وقد سمعت الهمهمة والأنفاس، شفت المنظر، قاعدة تولول بصوت خفيض: إيه اللي عملت معاي؟ خيبتك، أنت فضحتني، انت دي شورة شورة، من ما كنتش موصياك، دي نبينا لك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا عليكما، لا عليكما، لا تحملان الهم، اين برمتكم؟ فين البرامل الطيب وفي سمرة اللحمة بتاعتكم؟ قلت له: موجود يا رسول الله. قال: ناولنيه، اتيه. ووضع النبي يده المباركة وتمتم ببعض الكلمات ودعا ببعض الدعوات وذكر بعض الآيات. وأين عجينكم؟ قالت: ها هو يا رسول الله. قال: اجلسي وأشعل الفرن. ومد يده إلى العجين وتمتم بكلمات ودعا بدعوات وقرأ ما تيسر من الآيات، وانطلقت البركة. ما عليك إلا أنك تخبزي وأنا سأوزع اللحم، وأنت يا أنس أدخل علينا من كل المئات الذين هم بالخارج عشرة تلو عشرة، عشرة وراء عشرة، المرة تخبز وترص وتطلع. سيدنا النبي يقول: طلع دول ودخل دول. أبعت يخينا، السلام يا أخينا، تفضلوا يا أخوان، مشرفتونا يا أخوان. وظلوا هكذا يقول أنس حتى أكل الكل وشبعوا وانصرفوا، وإذ برسول الله يرفع يده من برمة اللحم ومكان العجين، فنظرنا فوجدنا البرمة كأنها لم ينقص منها شيئا، وكذلك العجين
وإذ برسول الله وقد تهللت أساريره، قال اللهم لك الحمد فقد أطعمت وأشبعت وأنت الغني الفعال لما تريد. سألوا أنس كم كنتم يومها يا أنس؟ قال كنا 1400 نفس موحدة لله. أجمل منك لم ترى قط عيب، وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم ارزقنا العودة إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، اللهم أصلح حالنا إلى أحسن حال، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وانصر إخواننا المجاهدين، وانصر إخواننا المرابطين، اللهم سدد رميتهم، واجمع صفوفهم، واحفظ بيضتهم، ونظف مقدساتهم، وسق إليهم نصرك المؤزر بجندك وأوليائك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم نجح أولادنا وبناتنا، سلم المسافرين والمسافرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله، إلا ونحن في فراديس الله. ها نحن يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم حقق واستجب، اللهم حقق واستجب، اللهم حقق واستجب. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون، وأقم الصلاة.